أعزائي المتعلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال هذه الحصة الثانية من حصص المراجعة المخصصة في مادة الكيمياء، سنتطرق بحول الله إلى ما يسمى بالتركيز المولي. إذن سنفتتح حصتنا هذه تعريف ما نسمي بالمحلول. إذن نحضر محلولا بإذابة نوع كيميائي يسمى الموديل سوليتي في نوع كيميائي آخر يسمى الموديل سولفون، بحيث هنا يمكن كذلك التمييز بين محلول ومحلول مائي، هو أن عندما نتحدث عن محلول مائي يكون الموديل هو الماء، عندما نتحدث عن محلول بصفة عامة فيمكن أن يكون يعني المديل يكون نوع كيميائي آخر. مثال، سنتحدث عن المحلول المائي لكبريتات النحاس الثاني، أي كيفية تحضير محلول مائي لكبريتات النحاس الثاني من خلال الوثيقة التالية، يعني لتحضير محلول مائي لكبريتات النحاس الثاني نأخذ يعني جسم، نعلم أن كبريتات النحاس الثاني جسم صلب، ثم نذيبه في حجم معين من الماء الذي يلعب دور المذيب للحصول على محلول مائي لكبريتات النحاس الثاني. الآن سنمر إلى تعريف ما نسمى بالتركيز المولي لمحلول. إذا التركيز المولي والذي نرمز له بالسي لمحلول هو كمية مادة الجسم المذاب المذابة في لتر واحد من المحلول. بحيث بحساب التركيز المولي نستعمل العلاقة التالية، أن C تساوي N على P، بحيث N تمثل كمية المادة بالمول، و V حجم المحلول يجب أن يكون باللتر، ثم التركيز المولي بالوحدة مول لتر. كتطبيق، نذيب 9×10³ مول من كبريتات النحاس الثاني في الماء للحصول على 180 مللتر من المحلول. سؤال، احسب التركيز المولي للمحلول. ده من خلال العلاقة السابقة، أي C تساوي N على V، ثم يجب تعويض مع يعني تحويل الوحدات إلى الوحدات العالمية، لنجد أن تركيز المحلول هو 0.05 مول لتر موندا. الآن سنمر إلى ما يسمى بتخفيف المحلول، يعني سنتطرق يعني كيفية تخفيف محلول معين وماذا يحدث أثناء تخفيف المحلول. إذا نأخذ محلول يعني معين ذو تركيز بدئي Ce وحجم Ve، بحيث كمية مادته ستكون تساوي Ce في Ve. لتخفيف هذا المحلول نضيف حجما معينا من الماء المقطر للحصول على محلول آخر ذو تركيز C فينال V فينال، وكمية المادة N فينال تساوي C فينال V فينال، بحيث هنا الحجم النهائي للمحلول المخفف سيكون يساوي يعني حجم البدئي المحلول البدئي إضافة إلى حجم الماء المقطر المضاف أثناء عملية التخفيف. بحيث إذا ومن س يعني يجب معرفة أن تخفيف محلول هو العملية التي تؤدي إلى انخفاض تركيزه C، يعني أثناء تخفيف المحلول فإن تركيز المحلول ينخفض يعني يتغير. كما يجب معرفة أن لتخفيف محلول مائي يجب إضافة الماء المقطر، ثم كما يجب كذلك معرفة أن خلال عملية التخفيف تبقى كمية مادة المذاب ثابتة. هذا يعني أن كمية مادة المذاب تنخفض خلال عملية التخفيف، أي أن كمية مادة المحلول البدئي ستكون تساوي كمية المادة للمحلول
المخفف. من هنا سنستنتج ما يسمى بعلاقة التخفيف، أي بتعويض كمية المادة بتعبيرها CE في VE، ثم تعويض كمية المادة النهائية بدلالة التركيز والحجم AC final في G final. إذن سنتوصل إلى علاقة التخفيف وهي C التركيز البدئي في الحجم البدئي يساوي التركيز النهائي في الحجم النهائي. كما يجب كذلك معرفة ما يسمى بمعامل التخفيف، والذي لحسابي نستعمل العلاقة أن F تساوي C initial على C final، أي تركيز المحلول قبل تخفيفه على تركيز المحلول عند تخفيفه، وهو يحدد بالنسبة يعني عدد مرات تخفيف المحلول. إذن كذلك سننجز تطبيق. نأخذ حجما 20 مليلتر من محلول كبريتات النحاس الثاني تركيزه 0.1 مول لتر موزن، ونصبه في دورق معياري من فئة 250 مليلتر، ثم نضيف الماء المقطر حتى الخط المعياري. إذن من خلال هذه المعطيات سنلاحظ أن هناك تخفيف محلول ذو تركيز يساوي 0.1 مول لتر موزن. إذن السؤال: أحسب التركيز المولي للمحلول الناتج. إذن بما أن تم إنجاز عملية التخفيف، إذن سنعتمد على علاقة التخفيف، أي أن التركيز البدئي في الحجم البدئي يساوي التركيز النهائي في الحجم النهائي، ومن سنستنتج تركيز المحلول المخفف أو الناتج الذي سيساوي C final تساوي C initial V initial على V final. ننجز التطبيق العددي لنجد أن تركيز المحلول الناتج أو المخفف يساوي 0.05 مول لتر مول. إذن أعزائي، هذا كل ما لدينا في هذه الحصة. أتمنى أن تعم الفائدة، وإلى حصة قادمة بحول الله.